مواهب شابة ومغمورة، أنا راح أجيبها علشان تظهر كده في الصورة، يمكن تبقى في يوم مشهورة. ورجعت لكم تاني معايا بقى حلقة كده بالنسبة لي أنا غريبة وجديدة، بالنسبة لكم أنتوا جميلة وشيقة إن شاء الله. هتعرف بالولاد الجمال ونشوف إزاي أثرنا في ولادنا برغم صغر سنهم، لكن كان في بعض الحاجات اللي الأم شايفاها مش مظبوطة وظبطناها. شوف كده الولاد هيقولوا إيه معايا ومعاكم. أول ضيف وأول بطل معانا النهاردة عبد الرحمن. ازيك يا عبد الرحمن؟ كويس. ارفع كده المايك. كويس الحمد لله. أخبارك إيه؟ كويس. تعرف تقولي اسمك؟ اسمك ايه؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن ايه؟ عبد الرحمن محمود احمد طايع عبد الوهاب احمد. كل ده شايل لوحدك؟ اسمك جميل يا عبد الرحمن. طيب يا عبد الرحمن انت بتروح المدرسة؟ ولا أيوة. اجازة؟ ايوه بروح. بتروح المدرسة، برافو عليك، مش خايف من الكورونا. فاكر لما كنت خايف ومش عايز تروح؟ دلوقتي بقيت عايز تروح؟ ها؟ خايف شوية بس ما كنتش خايف كتير. عندنا مفاجأة إن عبد الرحمن زي كل الأطفال في الفترة اللي فاتت أو في الموسم اللي فات كانوا الأم مخوفاهم، لا ما تنزلش، لا ما تسلمش على حد، لا اغسل إيدك، لا مش هننزل خالص، ما حدش يجي عندنا البيت، فوصل لمرحلة فوبيا من حاجة اسمها كورونا، لدرجة يلا نروح المدرسة عبد الرحمن كان رافض تماما عبد الرحمن، ولكن إحنا وصلنا إن عبد الرحمن دلوقتي بيروح المدرسة. مبسوط ولا زعلان؟ ارفع المايك. مبسوط. مبسوط؟ هتروح مش خايف؟ برافو عليك. تقدر تقولي أنت في سنة كام؟ تانية ابتدائي. يعني كبير وراجل، بس راجل صغنن صح؟ طيب قولي يا عبد الرحمن انت بتحب تلعب ولا تلون ولا تلعب كورة ولا تلعب تنس؟ كورة. بتحب الكورة، وايه كمان غير الكورة؟ انت وريتني سكتشات كده وهتطلع على الشاشة دلوقتي، عم وليد المخرج هيطلعها لك. انت بتحب تعمل ايه في السكتشات دي؟ بتلونها. ورينا بقى، هيشورونا دلوقتي صور وتحكي لي قصة كل صورة، ماشي؟ طيب قولي بقى مين علمك التلوين؟ الحق بص الارنوب الاول اهو، مين اللي علمك انك تلون؟ رد بقى عليا في المايك. مريم. مين مريم؟ مريم اخت معلمك ترس. طب هو الارنب اصلا فيه ارنب احمر؟ لا. فيه ارنب احمر ولا انت ليه لونته بالاحمر؟ وارنب اصفر ولا انت بتحب الالوان دي؟ الصوره حطيناها فوق. ما هم حطينا الصوره عشان انت كان نتكلم عليها والناس تعرف ان انت شاطر. انت بقى بتحب الرسم ولا بتحب التلوين؟ التلوين اكتر. طيب تقدر تقولي انت بتحب ماما اكتر ولا بابا؟ الاتنين بتحبوه. مين كان بيتنرفز عليك بزياده؟ ماما. ليه؟ عشان ما كنتش بنام بدري. عشان ما كنتش بتنام بدري. طيب وبعد ما دربناك وبقيت تسمع الكلام وبتنام بدري، وماما كمان قعدت معانا دلوقتي بقى بتزعق لك زي الاول ولا لا؟ بنزعق ساعات كده عشان انت طفل مشاغب صح؟ مش مشاغب. امال هي بتزعق لك ليه؟ مش بنام بدري. عشان برضو مش بتنام بدري. طيب تقول ايه لاصحابك اللي في المدرسه اللي شايفينك وقرايبك اللي شايفينك في التلفزيون في البيت عشان يناموا بدري وماما ما تزعلهمش، تنصحهم تقول لهم ايه؟ يسمعوا كلام ماما ويناموا بدري ولا يبقوا اشقياء زي عبد الرحمن؟ يناموا بدري. يناموا بدري؟ ماشي يا عبد الرحمن. ممكن تدي المايك لاخوك؟ هو اخوك كان قاعد جنبك يعني. اهلا اهلا، معايا بطل تاني هيتكلم عن نفسه اسمه محمد. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. برافو يا محمد، عامل ايه؟ كويس. خليكي معايا همسه شوفي بيعملوا ايه، شيلي ايدك سيبيها. انت كويس الحمد لله؟ تعرف تقولي اسمك؟ اسمك ايه؟ محمد علي. محمد علي. تروح المدرسه يا محمد؟ تمام. بتحب المدرسه ولا نص نص؟ نص نص. نص نص. طيب ليه بقى ما بتحبش تروح المدرسه؟ عشان بتصحى بدري؟ ماما كانت مش عارفه ان انا مش عارف بروح المدرسه ولا لا. طيب احنا معانا تليفون، تيجي نشوف مين اللي بيكلمنا يا همس. اسمعي كده يا همس نشوف مين اللي بيكلمنا. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ الحمد لله تمام. مين الصوت ده يا اولاد؟ مين عرف الصوت؟ مين الصوت ده؟ مامتي. دي مامتك انت. اهلا وسهلا استاذه فاطمه. ازيك يا جوج؟ ردي على ماما، اديها المايك. هي هترد عليك. ازيك يا ماما؟ ازيكم يا اولاد عاملين ايه؟ منورانا يا ست الكل. الله يخليك تنورك والله. قولي لنا بقى ما شاء الله عليك انت والاولاد ان شاء الله. ما شاء الله عليهم. قولي لنا بقى تجربتك مع التنميه البشريه او مع النفس البشريه
وازاي كنت رافضاها في الاول وازاي وافقتي ووصلتي لايه؟ رفضت في الاول بس كده حسيت باختلاف كبير طبعا الحمد لله، وتعدلت حاجات كتير في سلوكيات الاطفال. اتعدلت سلوكيات كتير. طيب قولي لي ايه اكتر سلوك انت كنت ملاحظاه وراح منهم خلاص الحمد لله او قل كتير؟ العصبيه اكتر حاجه، والصوت العالي، الردود بتاعتهم. الردود بتاعتهم برغم صغر سنهم. طيب تحبي تنصحي كل ولي امر او كل ام واب تقولوا له ايه؟ تعالي يا همسه اقعدي. بنصحهم ان بالتنميه البشريه طبعا، بالتنميه البشريه، وده بدعم الفكره دي جدا دلوقتي طبعا، لان اهم حاجه التربيه النفسيه للاطفال. يعني حضرتك بعد ما كنت معترضه موافقه تماما، وكمان بتقولي للناس يا ريت تدعموا ولادكم ويا ريت تقدروا الموضوع ده. طبعا عشان يعرفوا يتعاملوا دلوقتي مع الجو المحيط بيهم، ظروف الحياه وكلب كتير ونفاق، يعني الوقت صعب شويه بالنسبه لهم. تمام. حضرتك تحبي تضيفي اي اضافه تانية وتوجهي بيها للناس كلها وكل الاسر، وتبقى نصيحه من حضرتك كام لكل ام مصريه؟ والله نخلي بالنا من اطفالنا ونركز معاهم اكتر واكتر، عشان احنا بنشتغل عنهم كتير بصراحه في ظروف الحياه اللي احنا فيها. شرفتيني ونورتيني استاذه فاطمه، ميرسي ذوقك. الله يخليك وبشكر حضرتك. نرجع تاني لولادنا ونشوف هيكلمنا محمد على ايه اكتر حاجه كان بتضايقه. ادي المايك يا لولو، ادي المايك لمحمد. كلمني يا محمد بقى، قول لي ايه اللي كان بيزعلك من ماما او بابا؟ بابا ساعات بيزعلني شويه. وانت بتعمل ايه لما بابا يزعلك؟ عشان ايوه شاطر قول. عشان بقول لماما او بابا ينيمون. يعني هما عايزين تنام بدري عشان تروح المدرسه بدري، وانت بتبقى عايز تسهر زيهم زي الكبار صح؟ هو دي الحاجه الوحيده اللي بيزعلك فيها بس؟ بس انت شايف ان بابا صح مش كده؟ مش كده؟ طيب هستاذنكم فاصل صغير صغير جدا وارجع لكم تاني، اوعوا تروحوا في اي حته، استنونا. ساعة سعيدة في رؤية جديدة، وانا هديك معلومة اكيدة، وانت معانا هتشوف صورة ومواهب شابة ومغمورة، انا راح اجيبها علشان تظهر كده في الصورة يمكن تبقى. يا جوجو رايحة برنامج ايه؟ نقادي. مع مين؟ هتعملي ايه؟ هتعلم مع دكتور فادي. انتي بتحبيها ولا لا؟ بحبها. ازيك عبد الرحمن عامل ايه؟ كويس. رايح فين بكره؟ هتعمل ايه؟ رايح برنامج رؤيه جديده. هتعمل ايه في البرنامج؟ هتكلم مع دكتور فاتن. انت بتحب دكتور فاتن ولا لا؟ ايوه بحبها. ايه اكتر حاجه بتحبها بدكتور فاتن؟ تعلمني حاجات حلوه. رايحه فين يا هموسه بكره؟ مع دكتور فاتن. فين؟ جديدة بحبها جدا، احسن بتحدني قوي. انت هتعملي ايه عندها بكره؟ هفهم. رايح فين بكره؟ فين؟ البرنامج بتاعها. اسمه ايه؟ رؤية جديدة. وهتعمل ايه هناك؟ هلعب تو. بتحب دكتورة فاتن؟ ليه؟ عشان هي هتوديني معاها. ساعة سعيدة في رؤية جديدة، وانا هديك معلومة اكيدة، وانت معانا هتشوف صورة ومواهب شابة ومغمورة، انا راح اجيبها علشان تظهر كده في الصورة يمكن تبقى في يوم مشهورة، اعمل لينا حاجة فريدة، يلا تابعنا في رؤية جديدة. ورجعنا لكم تاني ومع اطفالنا الجمال ومع اسرنا الجميله اللي كلنا بنقول رغم صغر سنهم ولكن لازم نتدرب ازاي نعاملهم ونرجع لهم تاني وناخدهم في حضننا. معايا دلوقتي ومعاكم همس. يا هموسه، همس صباح الخير، كلمي بقى في المايك. عامله ايه؟ عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. قولي لي اسمك ايه؟ انا عارفه همس بس همس. اسمك ايه؟ همس. وبابا اسمه ايه؟ علي العجوز. علي العجوز. بابا بيشتغل ايه؟ بيروح الشغل. بيروح الشغل. طيب وانت بتزعلي وبابا رايح الشغل ولا بتبقي مبسوطه؟
شفت. بتبقي مبسوطه. طب انت كنت جايه النهارده وبتقولي في الفيديو، بتقولي انا جايه افهم، عايزه تفهمي ايه يا همس؟ بابا. عايزه تفهمي بابا. شفت بقى همس عايزه تفهم بابا. طيب انت لو فهمتي بابا هتبقي مبسوطه ولا زعلانه؟ زعلانه. هتبقي زعلانه ولا مش زعلانه؟ زعلانه. مش زعلانه. تحبي تقولي ايه لماما دلوقتي؟ تقولي لها انا بحبك ولا تقولي لها انا زعلانه منك؟ بحبك. لا مش سامعين، ماما مش سامعه، عايزين هي في البيت تسمعك. ها بحبك. هتقولي لها بحبك. طب وتقولي لبابا ايه؟ بحبك. بحبك. طيب كويس. ادي بقى المايك لزميلتك جنبك، اختك. صباح الخير. كويس. انت كويسه؟ اسمك ايه؟ لجيني. اسمك لجيني. ايه بابا اسمه ايه؟ بابا اسمه ايه؟ محمود. يبقى اسمي لجيني محمود، صح؟ بيشتغل ايه بابا؟ بيروح الشغل. بيروح الشغل، حلو قوي. طيب قولي لي يا لجيني، مين اكتر بقى واحد بيحب لجيني وبيجيب لها هدايا وبيفسحها، ماما ولا بابا؟ بابا وماما. الاثنين؟ يعني نقول لهم برافو للاثنين. تقولي لماما ايه؟ بحبك ولا زعلانه منك؟ بحب. والبابا؟ بحب. طيب تقولي لاصحابك اللي في المدرسه وفي الحضانه في الكيجي واصحابك اللي في البيت، تقولوا لهم وحشتوني ولا انا مبسوطه ان انا هنا؟ اقول ايه؟ بص 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 في الكاميرا هناك كده، قولي لهم. هتقولي لهم ايه؟ هتقول لهم وحشتوني؟ قولي لهم. طيب قولي لهم بصوت عالي وحشتوني. لا انا مش سامعه، انت سامع يا معزم؟ مش سامع. طب نشوف ماما بقى وتردوا عليها، نشوف مامة مين هتتصل. الو. الو. الو ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا اهلا. ازي يا ماما؟ انا مامة محمد وهمس. مامة محمد وهمس. ادي المايك لمحمد عشان يرد. اتفضلي حضرتك، احنا معاكي، ليكي سؤال ولا مام. ايه تجربتك معانا؟ الو يا ماما. لا تجربتي كانت كويسه الحمد لله، حاجات اتغيرت فيهم في الفتره اللي كانوا قاعدين فيها، ما فيش نزول، كان في انطوائيه وعصبيه، الحمد لله بقوا احسن وهو ربنا يهديه. يعني انت تعرفي تقعديهم كده في البيت؟ مش دايما. مش دايما، بس الى حد ما وصلنا للمرحله دي دلوقتي. الحمد لله. الحمد لله. ولسه خايفين فعلا وعندهم فوبيا من الكورونا ولا حسيت ان الدنيا اهدى؟ لا هديت الحمد لله عن الاول عندهم. طيب الحمد لله. تدي نصيحه لكل ام وتقولي لها ايه النهارده؟ يهتموا بنفسيه الطفل، يعرفوا يتعاملوا معاهم، عشان هم زينا برضو يعني، بيبقى بيحسوا بس مش بيعرفوا يعبروا قوي. طيب احنا متشكرين جدا جدا ليك النهارده، وبنشكرك على انك استضفت، خليتينا نستضيف الولاد ونوري الناس ازاي احنا بنوصل لمرحله كويسه من الادب والاخلاق بهدوء ومن غير عصبيه. شكرا لحضرتك ولاتصالك. هنرجع تاني لولادنا، وطبعا لازم اقول الشيف حسن عملت لنا ايه عشان الولاد الصغيره دي. تعالوا يا اولاد نشوف الشيف حسن هيعمل لنا ايه. عملت ايه للولاد؟ بالنسبه للاولاد انا قطعت لهم شويه تفاح. الله. انما لسه بقى ورقه الفراخ لسه في الفرن. لسه في الفرن. لسه في الفرن. يعني انت دلوقتي هتقدم لهم التفاح؟ لا هياكلوا التفاح من غير فراخ. بعد الفراخ هياكلوا تفاح؟ طبعا. طيب هنقول لعمه ايه بقى على التفاح والفراخ اللي عاملها لنا؟ نقول له شكرا، تسلم ايه؟ تسلم ايدك. يلا في المايك كلكم كده قولوا له شكرا يا عمو تسلم ايدك. شكرا يا عمو تسلم ايدك. يلا ادي لعبد الرحمن. انت عسل. شكرا يا عمو تسلم ايدك. ادي الهمس. همسه مش فاضيه. لا هتقول تسلم ايدك يا عم. تسلم ايدك يا عم. طيب شوف بقى شوف. يلا يا لجاي. تسلم ايدك يا عم. تسلم ايدك يا عم. شفت حبيبي. بقى ربنا يبارك لكم يا رب. فاصل صغير وهنرجع تاني، اوعوا تروحوا في اي حته، استنوني جايه لكم على طول. ساعه سعيده في رؤيه جديده، وانا هديك معلومه اكيده، وانت معانا هتشوف صوره ومواهب شابه ومغموره، انا راح اجيبها علشان تظهر كده في الصوره يمكن تبقى. ازيك يا جوجو؟ ازيك؟ رايحه برنامج ايه؟ نقادي. مع مين؟ دكتور فاتن. هتعملي ايه؟ هتعمل مع دكتور فاتن. انتي بتحبيها ولا لا؟ بحبها. ازيك عبد الرحمن عامل ايه؟ كويس. رايح فين بكره؟ هتعمل ايه؟ رايح برنامج رؤية جديدة. هتعمل ايه في البرنامج؟ هتكلم مع دكتور فاتن. انت بتحب دكتور فاتن ولا لا؟ ايوه بحبها. ايه اكتر حاجة بتحبها بدكتور فاتن؟ تعلمني حاجات حلوة. رايحة فين يا هموسة بكره؟ مع دكتور فاتن. فين؟ جديدة. بحبها
جدا احسن بتحدني قوي. طب انت هتعملي ايه عندها بكره؟ هفهم. رايح فين بكره؟ هذا التلفزيون. فين؟ البرنامج بتاعها. اسمه ايه؟ لا يا جديد. وهتعمل ايه هناك؟ هلعب توب. بتحب دكتورة فاتن؟ اه. ليه؟ عشان هي هتوديني معاها. ساعة سعيدة في رؤية جديدة، وانا هديك معلومة اكيدة، وانت معانا هتشوف صورة ومواهب شابة ومغمورة. انا راح اجيبها علشان تظهر كده في الصورة، يمكن تبقى في يوم مشهورة.